والسالفة قبل يمكن 6 شهور، والحين هو ذكر السالفة، فش نقول له؟ نقول له الحين تصليها حتى لو بعد 6 شهور، اي حتى لو بعد زين، هذه ما تسقط بالتقادم، وديوان خدمة ماكو شيء يسقط بالتقادم، في اسمه يريد كذي، لكن هذه لا، بالصلاة ما في تسقط بالتقادم، تصليها الآن. لو واحد ذكر ان انا والله قبل 5 ايام، قبل 6 ايام صليت صلاة بغير وضوء، صليت صلاة ناقصة سجود او ناقصة، لابد انك تأتي بها.